تدرون كم باقي على نهاية السنة؟ عشان تعرفون ان الوقت يمشي بسرعة مرة، وانا صراحة ما تخيلت قديش الوقت مشى بسرعة. في نهايات 2012 بدايات 2013 انا دخلت اليوتيوب، كل اللي اعرفه ان ذاك الوقت كنت العب ماينكرافت وكنت احب اللعبة هذه بشكل خرافي. في هذا الصباح الباجر كان صباح زبد ان الصباح وظل كذا جو مرة ما ادري ايش دخل. اليوم جايب لكم مقطع الاول. الحمد لله قاطع هذه مخفيه وما حد يقدر يشوفها. يمكن المشكله مو هي، المشكله ان طقمي اليوم كان ستيف حق ماينكرافت. وبما ان اللعبه المفضله اللي كانت عندي في 2013 رجعت مره ثانيه في الساحه وصارت مشاهدتها مره قويه، قررت اليوم اني اكل اكل ماينكرافت لمده 24 ساعه. وعشان اقدر اخذ الاكل اللي في ماينكرافت لازم اني ادخل عالم اللعبه واحاول ادور من بين الاكل الكثير الموجود في اللعبه اكل اقدر اخذه معاي قبل ما ينتهي الوقت. عندي 10 دقائق بس، وعشان توضح الطريقه اكثر خلوني اوريكم مثال. دخلت عالم اللعبه وبدأت ابحث عن وجبه الفطور في 10 دقائق بس، وانتهى الوقت. 10 دقائق مرت وخلصت وانا كل اللي عندي تراب. لا ما بتمنى اني اكل هذا صراحه. بالضبط اي شيء راح اخذه من عالم اللعبه راح يجيني في العالم الحقيقي. خلونا الحين نفتح ماينكرافت ونسوي لنا عالم جديد ونسمي العالم ها 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 ونقول 1 2 3 سوي عالم. احنا كذا دخلنا عالم اللعبة وبدت العشر دقايق، لازم ندورنا على اكل وجبة الفطور. ايش نحتاج فيها؟ وجبة الفطور نحتاج يكون عندنا بيض تقريبا، هذا اقرب شيء جاء في بالي. ايش في شيء ثاني اقدر استخدمه كفطور في ماينكرافت؟ استغفر الله. اوكي حلو حلو، في دجاج هنا، اتوقع ان الدجاج يطلع بيض، او مو اتوقع، المفروض انه يطلع بيض، بس يبدو لي ان ما في احد طلع بيض. ممكن بيضة يا دجاجة؟ يلا اللي يطلع بيضة نعطيه كف. طب انا قاعد انتظرهم هنا والى الحين ما حد طلع ولا بيضة. ابغى اضيع وقت اكثر، راح امشي واحاول اني اشوف دجاج ثاني. ممكن بيضة، تكفى بيضة. ابغى افطر، ابغى بيضة. والله ما اسوي شيء، ابغى بيضة بس. انقلع، ايش تبي مني؟ بيضة. طيب راح نكمل، اتوقع الدجاجة اللي هنا ممكن يكون عنده بيض. تكفى بيض بليز بليز. سيد دجاجة انا احتاج بيض، لا تهربي يا سيد دجاجة، انا احتاج بيض عشان ايش؟ عشان افطر، عشان افطر يا سيد الدجاجة. ليه بتساعدين معنا؟ ايش ممكن استفيد منك انت؟ عطني شيء ممكن افطر عليه. الوقت قاعد يمشي وانا للحين ما اخذت لي فطور. ابغى بيض، ايش المفروض اخذ غير البيض؟ ايش المفروض افطر لو ما اخذت بيض؟ اصلا ايش الاكل اللي موجود في ماينكرافت؟ ابغى اكل، ابغى اكل، ابغى اكل، ابغى اكل. طب اوكي انا قبل شوي ضيعت وقت على الفاضي. بيضة؟ لا وردة. ايش اسوي فيها وردة؟ افطر ورد. سيدة الدجاجة ماذا عن الآن؟ اوكي شكرا. كسرت خشب وراح اسوي لي الحين بعض الموارد عشان اقدر اني اعيش. طيب في البداية راح نسوي كذا ونحاول نجمع لنا ستون. اوكي كويس هنا موجود. وين الدجاج؟ وين بيضة؟ ما تجون الا بالتحديد وبالسيوف. ما تجون الا بالتحديد والسيوف. خلونا الحين ناكل. طيب هذا شيء كويس مرة ان لقينا بيض. خلونا نكمل ندور على حاجة ممكن نشربها في ماينكرافت. لما راح افطر بيض الحالة لازم ادور لي مشروب. بس السؤال ايش المشروبات الموجودة اصلا في ماينكرافت؟ شكرا على البيضة. ايش المشروبات اللي موجودة عندكم في اللعبة؟ اتوقع الدجاجة ما تفهم شيء. خلونا نسأل الحصان. ايش عندكم مشروبات هنا موجودة في ماينكرافت؟ اروح ابحث يعني. ها تمام شكرا 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 على 7 بيضات. وانا اقول لكم ها هذه هديه، ها هديه هديه. خلاص 3 عشان افطر فيها. يمدينا نشرب حليب، وحليب وبيض مع صراح شيء مره كويس راح يكون في الفطور. عشان نقدر ناخذ الحليب من البقر لازم نسوي سطل، والسطل لازم نسويه من ايرون، فنحتاج ايرون وما بقي وقت. نحتاج نسوي بيكاكس من ستون وندور على ايرون، وبعد كذا نسوي فرن. اوكي في زومبي هنا وانا ما ابغى ادخل في هواش، انا ابغى افطر وبمشي، ما ابغى اتهاوش مع احد. شفتم كهف هنا موجود؟ ها؟ ما شفتي كهف هنا؟ تف عليك وعليش، تف عليك انت! كل ادب. لا جلد ما احتاج جلد حقيقي. ايوه ايوه لقينا لقينا كهف، لقينا كهف هنا. لا ما هو كهف، والوقت انتهى. وصلنا للعالم الحقيقي وزي ما اخذنا من هناك 3 بيضات وردة، والحين الوجبة هذه المفروض انها وجبة الفطور. البيض ممكن اتفهم وضعه، يعني فطور بيض يعني صح،
لكن وردة ما في حاجة نقدر نسويها إلا لأن نفس. الله الرحمن الرحيم طبعًا. أبدأ الآن قشر. وفي طريقة ثانية بعد. آه. لا شكلي ما صدتها. أيوه. طبعًا البيض فيه بروتين. ما أدري إذا كانت معلومة كذا أو مشابهة لها لكن يعني البيض فيه فوائد إن شاء الله ففطور جميل نبدأ فيه. لا ما بقول لكم ايش او طعمه رهيب بيض ما في حاجه. جدول القناه تغير من اليوم ان شاء الله ما راح نوقف الجدول كالاتي: كل سبت الساعه 7 راح ينزل لكم مقطع، باقي ايام الاسبوع راح ينزل لكم مقطع في اي يوم عشوائي. اذا جاء اسبوع ما كان في حلقات تعرفون يوم السبت الساعه 7 راح يكون في حلقه اساسيه، وباقي الايام عشان يكون المحتوى كويس اذا لقيت تحدي او لقيت فكره حلوه راح اقولها لكم، اذا ما لقيت حاجه ما راح ينزل لكم الا يوم السبت. خلونا نكمل الفطور. ما ادري البيضه اللي انا خذيتها خربانه او شكلها غريب، صفره مره 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 صفره. خلصنا من البيضه الحين راح ناكل ورده. هو يعني من وين نبدا؟ من وين ناكل؟ من وين كيف المفروض نبدا؟ شوف ممكن الحين يتبادر في مخك انه كيف ما عرفت انها بلاستيك، لانه والله صدق كانها حقيقيه. يلا زين انها كذبيه اصلا. الفطور ما كان سيء مره مره، ولكن كان المفروض اني اقدر اسوي افضل من كذا. ولو اني قدرت اجيب الحليب وخبز والله كان طلع فطور مره رهيب، راحت من بالي. عشان كذا ما نبغى نغلط نفس الغلط في الغداء، لان الغداء وجبه مهمه في اليوم وما ابغى صراحه افرط فيها. فخلونا نشوف ونتذكر سوا ايش الاكل اللي موجود في ماينكرافت اصلا واللي نقدر نجيبه معنا. فنكتب في البحث ماينكرافت. زي ما تشوفون هذه الاكلات الموجوده في ماينكرافت، كان يمدينا نسوي الخبز وكان برضه يمدينا نسوي حلى خفيف كوكيز، بس راحت من بالي وما ابغى اغلط نفس الغلط، فراح نسوي في الغداء. طيب راح نختار دجاجه، بس زي ما تشوفون هنا ما هي مطبوخه، فلازم نطبخها في ماينكرافت. ما في انسان عاقل ممكن ياكل دجاجه نيه. برضو ايش ممكن ناخذ؟ ما عندهم رز في ماينكرافت، فراح ناخذ خبز، بيصير خبز مع الدجاج. اوه الحين جاء وقت الغداء ونجيب اكل للغداء. زي ما قلنا نحتاج دجاج و ايش قلنا؟ دجاج وخبز. نحتاج خبز، عشان نجيب الخبز لازم نزرع، فراح نحتاج السيد عشان نقدر نزرع. نحتاج خشب الحين عشان نقدر نسوي مواد عشان نقدر نكسر، وناخذ سيف عشان نقدر نقتل الدجاجه، وبرضه نسوي حقه الزراعه، نسيت الاله هذه اسمها، لكن اللي تخلي الارض زراعيه. فخلونا الحين نكسر خشب عشان نقدر نجيب الاغراض هذه كلها. طيب الحين نكسر خشب، اعتقد كذا كفايه. من الاشياء اللي لازم نسويها عشان نحافظ على البيئه ان اذا كسرنا شيء نرجعه زي ما كان. طيب الحين عندنا خشب كذا نقدر نسوي كرافتنج تيبل. اول شيء راح نسويه نسوي لنا بكاكس من خشب عشان نقدر نسوي لنا من السون. نبغى نروح الحين كهف عشان نقدر نطور من مواردنا. هذه خدعه يمدينا. اوه 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 اطيح هنا. برد برد. ايش هذا؟ ما في شيء هنا. طيب الوقت قاعد يمشي وانا الى الحين ما انجزت حاجه، فلازم نعجل لازم نعجل. المنطقه الثلجيه ما فيها ولا شيء. شلون الشيء اللي هناك كانه قريه. خلونا نروح نشوف. قريه ثلجيه. حلو 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 حلو. بنلقى عندهم موارد هنا. حلو 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 حلو. ايش عندكم هنا؟ ما عندك شيء؟ عندك سرير. اوه لابسين لبس ثلجي. طب انا ما عندي شيء، اعطوني. احتاج ملابس، اعطوني ملابس، لبسوني. اجتماع اجتماع اجتماع، نبغى اكل نبغى اكل نبغى اكل. وين مخبين الاكل حقكم؟ وين مخبي الاكل؟ وين حاطينه؟ بعدين ليه بيتك من ثلج؟ الوقت ضاع، الوقت ضاع وانا قاعد اسولف. معليش معليش بس ما عندي وقت، ما عندي وقت. في صندوق. حلو حلو حلو. لقينا بطاطس، لقينا بطاطس. ما لقينا اي حاجه مفيده. في مزرعه انا شفتها هناك صح؟ خلونا ناكل بطاطس بس. اوه يعبي نص. في قصب سكر هنا. القصب سكر يعطينا سكر، ومن السكر نقدر نسوي حلى مثلا على الغداء. اعتقد اذا حطيته كذا راح يتحول سكر. يب 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 تحولنا لسكر. طيب خلونا نروح للمزرعه اللي فوق، وبعدها على طول ننزل الكهف اللي موجود هنا. ما هي مزرعه هذه، على بالي يزرعون زرع. طلعت حقت حيوانات بس كذا. تفضلوا. ما تقدرون تطلعون اكسر لكم هذه. واحد 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 واحد. بتطلعون بتطلعون بتطلعون. يلا اطلعوا. عشان مرة ثانية يعطوني اكل. طيب احنا ضيعنا وقت كثير، الحين لازم نحول بكاكس الى بكاكس حجر. يا رب يا رب نلقى هنا بسرعة ايرون. لا ايرون تكفى. طيب حولنا الحين بكاكس الى حجر. اتوقع اتوقع ننزل تحت بنلقى مكان. نزلنا تحت لقينا هنا. اوه حلو 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 حلو. نحتاج نسوي سيف، نحتاج نسوي سيف. راح نحاول نقتلهم. وينهم وينهم؟ اسمعوا انا ما ابغى اسوي اذية ولا شيء. طيب بس ابى اكسر اللي هنا الايرون هذا وبمشي. كم نحتاج؟ كم نحتاج؟ ثلاثة. احنا ايش كنا بنسوي؟ ليه قاعد اجمع ايرون انا الحين؟ ما احتاج ايرون. كريبر لا لا.
لا 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 معاذ معاذ امشي معاذ امشي معاذ امشي لا كان يتحول ثلج. انا بمشي انا بمشي انا بمشي انا بمشي انا بمشي انا بمشي مع السلامه مع السلامه. اذا ذبحت القروي يعطيني اكل؟ لا لحم انسان ما بفكر صراحه. طيب هنا في بقره خلونا ناخذ الاكل حقها بنسوي فرن عشان نطبخ الاكل حق البقره. طيب اتوقع هنا بالثلج ما راح نلاقي شيء كويس وراح نسوي لنا قارب ونروح لمكان ثاني. اذا كنت اول مره تشوف القناه اشترك بالقناه وفعل جرس التنبيهات، واذا عجبك المقطع برضه لا تنسى تضغط زر اللايك. انا اللي قاعد اسولف ما بقي وقت كثير، خلينا نروح جهه الشمس. راح اكثر من نص الوقت وانا باقي في البحر وما سويت ولا اي حاجه مفيده وباقي ما لقيت ولا اي جزيره. كيف انزل من البوت؟ طيب 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 احنا وصلنا هنا في الليل وهذا مره شيء مو كويس، والى الحين ما لقينا ولا شيء ناكله الا السكر. اخيرا لقينا منطقه خضراء، اتوقع هنا 100% لان راح نلاقي دجاج. اتوقع هذيك دجاجه؟ يب 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 هذيك دجاجه هذيك دجاجه. يا سلام يا سلام لقينا دجاج. اوكي لقينا دجاج الحين وخذنا دجاج واحده تكفي. طيب راح الحين نحتاج ان نطبخها بس اللاعب حقي تعب مره فلازم نجيب لنا اكل عشان نقدر ناكل. تعال بسرعه 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 بسرعة موت. لازم الحين نروح على اقرب كهف عشان نقدر نطبخ الاغراض اللي معانا. برضه فكرة اني ادخل كهف خطيرة شوي، لكن ايش اسوي؟ لازم اني اروح في مكان كذا عشان اقدر ازبن فيه. طيب احاول اجمع شوي هنا عشان اقدر اغطي على نفسي. هذا وراي هذا وراي. لا 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 لا. اوكي خلينا نقفل على نفسنا. اوكي هذا فحم هذا فحم هذا فحم. اسرع شيء الحين اسرع شيء ما بقي وقت. لا 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 تكفى. بموت. كيف هربنا منهم انا ما ادري، ما بقي وقت لازم نسوي باسرع وقت ممكن الدجاجه نطبخها. نحتاج نسوي لنا فرن ثاني عشان نقدر نسوي طيب سويت فرن ثاني عشان نقدر نطبخ الايرون بسرعه. اوكي اكلنا اخيرا تعبى الهيلث حقنا. نحتاج ثلاثه. اوه ما يمدي ما عندنا فحم. يلا بقي واحده. اذا ما يمدي راح احط البكاكس حقي. لا يمدي كفو 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 كفو. عندنا ثلاثة راح نسوينا الحين سطل. طيب ما بقي وقت وما ادري صراحة ايش ممكن اشرب في ماينكرافت، وانا عن نفسي صراحة احب اشرب شيء مع الغداء. ما في الا موية. لا بسم الله. طيب يا جماعة الخير زي ما تشوفون جينا الحين، بس خلوني احط وتسجل شكلي وانا قاعد كذا كاني وحش. لا لا والله صدق صدق غدا غدا ممتاز يعني، دجاجة موية كويس، الموية تمشي مع الزر، لكن وردة بسم الله وناخذ اللحمة. ما ادري ليه قاعد احس نفسي اسد قدام الكاميرا. احلى بخاري اقصد احلى دجاجة من ماينكرافت. خلونا نشرب موية الحين بسم الله. لا الغداء بدعنا فيه صدق، فخم الثاني عن اذنكم. انا جمعت بذور عشان ازرعها عشان اقدر اسوي خبز. والله كذا شكلي كاني اسد صايد غزاله وقاعد يستلذ فيها. خلصنا الغداء الحمد لله. كذا نكون وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى زي ما انك استمتعت بالمقطع مثل ما أنا استمتعت بتصوير هذا المقطع. العشاء للأسف انحذف كامل، ما أدري ليش انحذف، لكن ما يهم، إن شاء الله انك استمتعت بالمقطع. ضيفني على الانستغرام عشان تعطيني رأيك لأن الكومنتات مقفلة، للي يسأل ترى الكومنتات مقفلة من اليوتيوب مو أنا اللي مقفلها. أشوفكم إن شاء الله المقطع الجاي. مع السلامة.